فتيان معظمهم مغاربة حطمتهم رحلة الهجرة، مدمنون على أصناف متعددة من المخدرات، يعيشون يوما بيوم من سرقات صغيرة ويرفضون أي شكل من أشكال المساعدة. تلك هي مواصفات القاصرين الأجانب الجانحين غير المصحوبين بذويهم، مثل ما حددها لأول مرة تقرير برلماني فرنسي. النموذج السائد هو مغاربي في 16 أو 17 من عمره في قطيعة تامة مع بلده وعائلته، يتعاطى أنواعا متعددة من المخدرات، يمارس الجريمة ليعتاش ويسرق ضمن مجموعة غير منظمة. يمثل هؤلاء الذين انحرفوا إلى الجريمة 10% من القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، أي نحو 3000 حسب آخر إحصاءات لوزارة العدل الفرنسية. هؤلاء لا يخضعون إلى مافيا، بل تخضع كل مجموعة لزعيم يعطيهم قرصين أو 3 من ريفوتريل، وهي مادة مضادة للصرع قوية ذات تأثير مهدئ. 75% منهم منحدرون من المغرب العربي، وخصوصا من الجزائر والمغرب، وبعضهم من ليبيا وساحل العاج، ويقيم هؤلاء القاصرون في باريس وبعض المدن الكبرى، ويستهلكون مزيجا من الأدوية والمخدرات. وتتعلق معظم جرائمهم بعمليات سرقة في الشارع أو في وسائل النقل المشترك، تترافق أحيانا مع أعمال عنف أو عمليات اقتحام وسرقة تستهدف خصوصا الصيدليات. وفي حي لاجودور الشعبي شمالي باريس، ازدادت عمليات الاقتحام والسرقة التي استهدفت صيدليات بنسبة 133% بين عامي 2019 و2020، ويشكل هذا الحي قاعدة ينطلقون منها ليلا لشن عمليات في الضواحي المجاورة، وبخاصة ضاحية سان ساندوني.